تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في قمة رؤساء دول إفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل إفريقيا في كينيا، ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناقش القمة طموحات القارة في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA والتابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد 21 لموارد المؤسسة. يشارك في القمة ممثلو الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب، وذلك للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أسواق المال العربية إلى الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه وللاستفادة من مزاياه. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية والذي تستضيفه بورصة قطر، حيث دعا أبو الغيط إلى إطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء، وذلك لتحديد الأولويات العربية، وهو ما من شأنه أن يساعد في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديث التشريعات وتنفيذ الاستثمارات تفضي إلى تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي، أيضا تلافي مخاطره. تفقد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت مصانع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية. تمتلك شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج 7 مصانع، 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة، وآخران لإنتاج خيوط الأكريليك الصوفي أو صوفي والغزل الجديد. وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن عملية التطوير تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، وأن تحديث صناعة الغزل والنسيج وتوطين التكنولوجيا الجديدة يهدف إلى تعظيم العوائد من القطن المصري والأصول المملوكة للدولة والخبرات المتراكمة لدى العاملين. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب. ربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,764,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة بلغت 5.57% مغلقا عند مستوى 56.11 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 2.59% ليبلغ مستوى 5,862 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 وهو الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 3.43% ليصل إلى قمة المستوى هو 8,376 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع مخاوف استمرار التشديد النقدي بالولايات المتحدة الأمريكية. انخفضت العقود الأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.66% مسجلة 88.09 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.61% مسجلة 83.34 دولار، فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.58% لتصل إلى 2.57 دولار للتر، فيما ارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.44% مسجلة $1.97، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال جلسة تداولها ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي بنسبة بلغت 1.13% مغلقا عند مستوى 12
12000 نقطة و369، كما شهدت مؤشر أو مشاهدة مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.30% مغلقا عند مستوى 4160 نقطة، فيما ارتفع أيضا مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.79% مغلقا عند مستوى 9743 نقطة.